وعلى مدى 300 يوم أمعن العدوان السعودي في قتل الأبرياء وارتكب أبشع الجرائم بدم بارد في ظل صمت دولي مطبق عاجز عن تحريك ساكن. المجازر السعودية لم تقف عند مجزرة سنبان أو المخا، ومن ظن لحظة أن العدوان السعودي يريد يبحث عنه فهو صبغ يديه باللون الأحمر ولن يحاول إزالته أبدا. فمن منطقة بني حوات في العاصمة صنعاء والتي أسفرت عن استشهاد نحو 24 بينهم 6 أطفال و6 نساء إلى جانب جرح نحو 43 آخرين وتدمير حي سكني بأكمله، إلى مجزرة مخيم نازحي حجة بالمزرق ما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 شخصا بينهم نساء وأطفال وجرح أكثر من 250، إلى منطقة السحور في إرب التي سقط خلالها قرابة 20 شهيدا وأكثر من 10 جرحى من المدنيين البسطاء. مجزرة المهمشين في صنعاء والمهمشين في تعز حيث استشهد 22 شخصا وجرح العشرات. مجزرة القنابل العنقودية في محافظة صعدة ومجزرة شواطئ زقر وحنيش والحديدة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى. إلى ذلك أيضا قوارب الصيادين في زقر والمخا والخوخة التي راح ضحيتها أكثر من 200 صياد. استهداف حفلة زفاف نساء في مديرية ذباب بمحافظة تعز ليتوج العدوان وحشية وغطرسته باستهداف حفل زفاف في منطقة سنبان محافظة ذمار، ولتسجل تلك المجازر أكثر من 400 شهيد ونحو 500 جريح معظمهم من النساء والأطفال. لا يمكن بالفعل سرد وتضمين تفاصيل كل المجازر التي ارتكبها العدوان السعودي، غير أن المجازر الأخيرة التي نفذها العدوان بارتكابه مجزرة حمام جارف الطبيعي بمديرية بلاد الروس بصنعاء التي أدت إلى استشهاد 21 من المدنيين وجرح العشرات، وكذا مجزرة المجمع الأمني التي راح ضحيتها 14 شهيدا و30 جريح. 300 يوم ونحن نعجز عن وصف مذابح آل سعود بحق أبناء اليمن، ولا تزال آثارها ظاهرة على العيان، ولا يمكن للأيام أن تسقطها أو أن تشفي جراح من اكتووا بها. في حجة أفاد مصدر أن قوات الجيش مسنودة باللجان الشعبية تصدت لهجوم شنه العدو السعودي